المسلسل بتاع الله يرحمها فاتن حمامة وجه القمر. وجه القمر كانت الموسيقى التصويرية الأستاذ عمر خيرت. أيوة. وأنا اللي عامل أغاني المسلسل جوه، كان وائل نور اللي هو جوز بنتها كان بيغني ومش عارف، وأنا كنت عامل الأغاني بتاع فتحط اسمي في تتر للأستاذة فاتن حمامة. وعملت مسلسلات كتيرة، ومنهم مثلا مسلسل للأطفال اسمه بسنت وضياستي. أيوة فكراه ده. أنا والله قعدت اقول لهم مش هغني، انا مش هغني، انا هغني الاطفال. وانا اللي مغني التتر يعني، ما كنتش عايز اغني، دفعوا لي فلوس كتير قوي، قلت لهم خلاص يلا هات. طب من غير ما ادفع لك فلوس كتير غنيها لنا والنبي يا كريم. بس انت لو وجعت راسك يا ضياست ارجع هنا ناسك، بس انت لو وجعت راسك يا ضياست ارجع هنا ناسك، قطر الجواز فاتك مانا رجبت جوليانا يا حسني بغمت على العلوة. بس طبعا هقول لحضرتك، لا سنة هقول لحضرتك حاجة بخصوص الموضوع ده. أنا غنيت الغنوة دي ونجحت نجاح غريب، فأنا كنت رايح أعمل فرح في بورسعيد وخلاص بقى غنيت الغنوة ولا بغنيها ولا سمعتها تاني يمكن. فلقيت أبو العروسة قبل ما أخش قال لي عارف النهاردة جايبينك ليه؟ بس انت بنتي اللي بتتجوز انا عايزها 18 مره. مين بس انت وايه؟ قال لي بس انت وضياستي هتغنيها لنا النهارده بقى كتير بقى. قلت له ثانيه واحده انا مش فاكر من اي حاجه. قال لي ده انا جايبك النهارده عشان بس انت. قلت له ازاي؟ طب ادينه خمس دقايق بس. ورحت قاعد كده ومطلعها من على النت، من على النت، وكتبت بس انت لو وجعت راسك يا ضياستي ارجع هنا. حاطط بقى كده وطول الفرح بس انت لو وجعت يا ضياستي، وابص في الورقه والله العظيم لغايه ما عدت يعني الحمد لله. بس احنا فاكرين أيوة المسلسل ده كنا فاكرين مسلسل ايوه حنان ترك وسارة عبد الله. انت عملت حاجات كتيره وعملت مسرحيات كمان اشتهرت قوي زي كده. اوكي مثلا كده اوكي منى زكي انا غاية عندي يسعدك يسعدك انا عندي يسعدك فاكرها الشك الشك. وعملت كان منى وياسمين عبد العزيز وهاني رمزي واحمد السقا وشريف منير، دي مسرحيه كلها انا اللي عاملها كان اخراج هي دي. برافو عليك.